السلام عليكم. مرحبا شباب. محاضرة بسيطة عن مادة البودي بلوت اللي حيجي منها توقع سؤال بالفاينال مثل ما قال لنا أستاذ عبد الرحيم. نشرح المادة بشكل مبسط وإن شاء الله تفتهمون المادة. طبعا الشكر موصول للأخوي أسامة الخفاجي لأنه ساعدنا في هاي الأوراق المشروحة، والشكر هم من المهند الخفاجي. تقريبا تعلمت منه هواي أشياء بهذا الموضوع. نبدي بهذا الموضوع. اذا نعطينا سؤال بترانسفير فانكشن ونعطينا جي اوف اس مالتها اللي هي تتكون من 800، شوف البسط مالتها وعبارة عن 800، القوس مالتنا اس زائد 5 بالنسبة للمقام اس زائد 40، والقوس التربيع اللي هو بي اس تربيع زائد 16 اس زائد 100. كل تير من دولة لازم نجي نرسمهن. شنو الاقصده بالتير؟ التير هو اكو تير للجين، اكو تير للفيرست اوردر هذا القوس اللي هو بالبسط، واكو تير مهمين لهذا الاسلب بحده بالمقام، واكو تير مهمين بالنسبه لهذا الاس زائد 40 اللي هو فيرست اوردر بس بالمقام، وهذا عندكم السكند اوردر اللي بالمقام. انتبهوا طبعا دا اقول بالبسط وبالمقام، لانه بالبسط انتبهوا على هالمعلومه انه دائما يرسم بالموجب فوق الصفر، بالمقام يرسم جوه جوه الصفر. شنو هذا اللي يرسم؟ ما قلت لكم بالبدايه بانه اصلا هو موضوع البودي بلوت هو عباره عن رسمين، رسم للماجنتيود ورسم للفيز. الماجنتيود والفيز يرسمن على اساس التيرمز، يا تيرمز اللي هسه ذكرتهم قبل شويه. حنبدي نعدد النقاط اللي شارحن اسامه باعه مثل ما قال، جعل العدد الحقيقي داخل الاقواس واحد، هذا اساس بموضوع البودي بلوت. واللي قصده اسامه بانه هاي الاس زائد 5 والاس زائد 40 وهاي اس تربيع وهاي ال 100 اللي هنا، هاي لازم الاعداد الحقيقيه لازم شو نسوي؟ لازم نسويها واحد. فنضرب هنا مثلا في 5 على 5 وندخلها لل 5 على 5 وندخلها للاقواس، فهنا ايش حصير؟ اس على 5 وهنا يصير واحد. مثل ما موضح هنا بالشرح اس على 5 زائد 1 وسحبنا 5 برا القوس. بالنسبه للاسلب بعدها ما لنا شغل بيها، نشوف اس زائد 40 حيصير لنا شغل بيها، ليش؟ لان لازم نضرب في 40 ونقسم على 40 وندخلها للقوس، فحصير اس على 40 زائد 1 ونسحب هاي ال 40 هم لازم نسحبها برا اللي هي هاي. بالنسبه للقوس التربيع انتبهوا لي هنا على القوس التربيع، لازم ايش اسوي؟ لازم اقسم القوس كله على 100 واضرب 100 برا القوس. ايش حصير؟ حصير اس تربيع على 100 زائد 16 على 100 زائد 1، اوكي حققنا الحاله اللي نريدها اللي هي 1، بس بقى شو نسوي؟ انه هاي الاس تربيع على 100 خطوه بسيطه بانه خلوها كلها مرفوعه للتربيع، بمعنى انه اخذوا جذر للاس تربيع واخذوا جذر ال 100 فحصير اس على 100 كلها سووها تربيع. الخطوة الثانية شو نسوي؟ كل اس موجودة بالقوس مالتنا او بالجي اوف اس مالتنا العفو لازم نحولها الى جي اوميجا. اوكي حولنا هنا الاس الى جي اوميجا وبالمقام همين حولناها. حنجي لازم نعرف شيء اساسي وهو اساس الموضوع مالتنا اللي هو الكورنر فريكونسي، اللي هو هذا الكورنر فريكونسي. الكورنر فريكونسي هو النقطة اللي حتحدد لنا الرسم، اللي مين نبدي نرسم من عندها ونوقف، يعني نبدي من بداية ونوقف عند هاي النقطة، ومن نحول للتير من الاخ نبدي من هاي النقطة ونوصل فد مكان الاخ. من حنحول للرسم حنفتهم هاي شنو هي الكورنر فريكونسي. المهم اني لازم اعرف بالجي اوف اس مالتي كم كورنر فريكونسي عندي. هنا أنا حسب هذا الترانسفير الجي اوف اس مالتي كل اشوف كل رقم تحت الجي اوف اوميجا هذا كورنر فريكونسي، بمعنى هنا عندنا الخمسه وهنا عندنا الخمسه وهنا عندنا العفو، هاي هنا عندنا الخمسه وهنا عندنا ال 40 وهنا عندنا العشره، يعني اللي هي ذول الكورنر فريكونسي اللي هنا. اوكي عرفناهن ذولا. بالنسبه لكم فد ملاحظه، اذا اجاكم فد جي اوف اس مثلا شويه خلينا نقول مخربط مثلا او بي هيك مثل مصطلحين، مثلا جي اوميجا القوس كله تربيع على 5 واجاكم جي اوميجا مثلا همين على 5 او على 2 مثل المكاتب هنا، فاحنا لازم ايش ناخذ اعلى اس اللي هو اس تربيع، ناخذ هاي نعتبرها الكورنر مالته، ما لنا علاقه بهاي الصغيره، هاي بالنسبه للقوس الواحد. بالنسبه للقوس الواحد شلون هذا هسه بالنسبه لهنا القوس التربيعي عندكم بي جي اوميجا وجي اوميجا هنا من عندكم مقسوم على 100، لا احنا ناخذ اعلى اس اللي هو الاس التربيعي. طيب هسه اذا نريد نرسم شلون نحسب الماجنتيود؟ حساب الماجنتيود بعد الرسم طبعا. هسه العفو ذاك المحصله بعد الرسم. هسه الماجنتيود اللي حنبدي نرسمه خطوه خطوه، حنبدي نفصل المعادله مالتنا. المعادله مالتنا الشكل النهائي مالتها صار ايه هذا، تشوفوا هذا بعد ما بسطنا وبعد ما طلعنا بقينا هنا الارقام الحقيقيه بحدها وصلنا لفتشي الى انه اسمه 10. هذه العشرة هاي تسمى التير مال جين، هذا مطلوب رسمه. هذا تيرم الفيرست اوردر بالبسط،
هذا الترم بوحده بالمقام، هذا الترم الفيرست اوردر بس بالمقام، وهذا الترم السكند اوردر، يعني المطلوب من عندنا خمس خطوط بالماجنتيود. حنجي واحد واحد نرسمها. بالنسبه للعشره، هذا العشره شو تسووا له؟ تاخذون 20 لوج العشره حتطلع 20، وانا قلت لكم هذا بالبسط، فاذا يرسم موجب. هذا وين الموجب؟ اهياته. الموجب انتبهوا وياي هنا، باعه هياته، هذا اللي اقصده انا، هذا الخط اللي هو بالنسبه للعشرين، يعني بمعنى انه حد نقطكم يا بالاحمر، هذا العشرين يرسم من هنا، هذا اللي هو العشرين، وتمدوه الى ما لا نهايه، مدوه للنهايه، ماشي. هذا بالنسبه الخط العشره، رسمنا خط العشره. طيب ارجع هسه، ارجع اني للمعادله مالتي، بقالي منو؟ بقالي جي اوميجا على 5، اذا لازم ارسم هذا جي اوميجا على 5، اريد ارسم هذا القوس. هذا القوس شلون حرسمه؟ تاخذون الكورنر مالته اللي هي 5، اللي هي 5 حسب السيميلوج، انا ما حكيت على التفاصيل مال السيميلوج لانه المفروض انتم تعرفوها، انه هنا عندكم التدريجات من 0.1 الى 1، وانتبهوا ما قلت الصفر، من 0.1 اللي هي بدايه الى الواحد، وعندكم من الواحد الى العشره، وعندكم من العشره الى 100، وهنا تحولون على الالف. زين طيب انا هسه قلت لكم الكورنر فريكونسي مالتي 5، اذا الخمسه وينها؟ هاي الخمسه على قطع ويا خط الصفر، هاي الخمسه هي. خليني احول لكم على هذا اوضح. هنا هسه عندكم نقطة الخمسة، بالنسبة لنقطة الخمسة وينها؟ هذا نقطة الخمسة اللي هي هاي. اوكي حددت الكورنر فريكونسي مالتنا. زين انا هسه المفروض اللي اسويه شنو؟ اضرب الخمسة ماتي في 2، تمام؟ ضربت الخمسة ماتي في 2. اوكي من حضرب الخمسة ماتي في 2، ايش قد حصير قيمتها؟ حصير قيمتها العفو، اضرب الخمسة في 10. الخمسة اما اضربها في 10 تصير قيمتها 50. اذا صارت قيمتها 50 معنات هذا الحكي انه لازم اني وين اوقف؟ اوقف هنا بالضبط، اي هاي ال 50 مات، خلينا نقول وقفت هنا ال 50. زين هسه هاي صار قيمتها 50، بس اني قلت لكم هسه لازم اصعد او انزل، لان قلت لكم قبل شوي كل شيء بالبسط يرسم بالموجب، كل شيء بالمقام يرسم بالسالب. هسه هذا شلون حيرسم بالموجب؟ اصعد بمقدار 20، هاي ميزه من ميزات الفيرست اوردر بانه يصعد بمقدار 20. وينها هاي ال 20؟ هاي ال 20 نهاياتها، صعدت بمقدار 20 بالموجب، فش تكون لي؟ تكون لي هذا الخط واللي هو المفروض انه امده الى ما لا نهايه. طيب الخطوه اللي بعد هاي ايش حسوي انا هسه؟ احتاج الى خطوه ثالثه انه حرسم بعد لازم الماجنت التيرمين لاخ مالتي، وبالنسبه لهذا الترم اللي حرسمه العفو، بالنسبه للترم اللي راح ارسمه نشوف مالتنا المعادله اللي هو ترم جي اوميجا اللي هو بالمقام. بالنسبه لهذا الجي اوميجا اللي بالمقام اعامله كمعامله فيرست اوردر، بس وين موجود؟ موجود بالمقام. اذا لازم احدد اني مثل ما اتفقنا نقطه الفريكوانسي مات، وين نقطه الفريكوانسي كورنر فريكوانسي مات؟ بما انه المقام واحد مات، فاذا الكورنر فريكوانسي مات يعتبر واحد. اوكي اروح على السيميلوج ماتي اشوف الكورنر فريكونسي ماتي اللي هو عند الواحد. اوكي اجي احدد عند الواحد. طيب وين الواحد مالتنا؟ نجي نشوف الواحد، اذا هذا الواحد حددناه ويا الصفر. نحدد هاي نقطة البداية، زين نقطة النهاية وين؟ نقطة الواحد نضربه في العشرة ايش قد حيصير قيمته؟ حصل واحد في عشرة حيطلع عشرة، اذا هاي نقطة النهاية مالته اللي هي هنا. اوكي زين هسه انا لازم ايش اسوي؟ اشوفه فيرست اوردر لو سكند اوردر؟ لا احنا قلنا للاسف بعدين عامله معامله فيرست اوردر، اذا انزل هنا حخليه بمقدار 20، انزل باعتباره فيرست اوردر، نزلت فيرست اوردر واجر خط مال تطويل الى ما لا نهايه. زين طيب حتقولوا لي لعد هذا الجزء من هنا يبقى فارغ؟ لا هذا ما يبقى فارغ، اريدكم انتم توصلوا من هنا توصلوا الى ال 20. وين توصلوا؟ توصلوا الى ال 20. ماشي نرسم هذا، نرسم الترم اللي هو بالمقام. زين طيب هسه وين حصل؟ حصل للخطوه الثالثه، حصل للخطوه الثالثه اللي هي اوكي. طيب هنا اللي راح اسوي اللي هو لازم ارسم الترم اللي بعد، الترم اللي بعد يا ترم اللي هو الترم الجي اوميجا على 40، جي اوميجا على 40 بنفس الخطوات، احدد الكورنر ماتي 40. وين الكورنر ماتي؟ ال 40 اللي هي هاي ال 40 ماتي، اجي احددها بالنسبه لخط الصفر، هاي ال 40 ماتي حددتها ال 40، هاي ال 40 يا شباب بالنسبه لل 40. طيب
اللي راح نسوي هسه الأربعين مالتنا راح نضربها في 10، إذا ضربناها في 10 حتطلع قيمتها 400، إذا طلعت قيمتها 400 بمعنى أنه هاي القيمة مالتها 400 اللي هي هياتها. زين، حننزل 20 أو نصعد 20؟ لا، حننزل 20. إذا نرسم هنا النقطة الأخ ونرسم الخط مالتنا، نرسم وبكل سهولة. طيب هسه حنحول إلى الوراء، الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها من راح نرسمها، اللي راح نسوي بيها ناخذ التير، مقدار التير مالتنا اللي هو العفو، ناخذ شقد الجي اوميجا على 10. نروح نحدد انت بهذا شنو، هذا سكند اوردر. اذا سكند اوردر ايش راح يصير بي؟ ما حننزل 20، حننزل 40، هذا كل الفرق. اذا عدنا 10 هنا حنسوي نضربه في 10. اول شيء نروح نحدد المكان مالته اللي هو العشرة، اللي هي هياتها هاي العشرة. حددنا العشرة مالتنا هنا نقطة البداية، نضرب في 10 لخ حتطلع 100، هاي نقطة النهاية مالتنا. يا بننزل لو نصعد؟ لا ننزل، لأنه بالمقام. ايش قد ننزل يا شباب؟ ننزل 40، لأنه سكند أوردر، ننزل 40. فهاي هنا حننزل 40 ونرسم الخط مالتنا، الكيرف مالتنا. هاي بالنسبة للماجنتيود. هسه ايش سويت أنا بهاي الحالة؟ بهاي الحالة خلصت الماجنتيود مالتي كليته، رسمت الماجنتيود. زين طيب، اوكي زين. هسه أنا لازم من رسمت الماجنتيود اللي خلصتها بالبسط وبالمقام، لازم اجي اطلع فد محصلة مالتهم. المحصلة مالتهم شلون اطلعها؟ خلينا نغير اللون لمدة شوي يصير اوضح عندنا. اوكي، هذا لون وهذا اللون، هذا اللون الثاني. طيب حاجة اطلع المحصلة مالتي، انتبهوا وياي. بالنسبة للمحصلة مالتي من اجي ارسم، خلي السايز مال البراش. اوكي ممتاز. ايش حاجه اسوي؟ اجي عند كل كورنر فريكوانسي ارسم خط عمودي، لان اريد اطلع محصله. خط المحصله هو هذا الخط هنا، هذا الخط المرسوم بالازرق قبالكم. لازم اجي عند كل خط وكل نقطه كورنر فريكوانسي اجي اخلي خط عمودي. يعني عند الواحد كان عندنا كورنر فريكوانسي، اوكي اجي اخلي خط عمودي. ماشي، خلي اسوي هيك بشكل بسيط. اوكي، هذا بالنسبة للخط الأول. زين، بالنسبة للخط العمودي الثاني اللي هو وين؟ عند الكورنر الثانية، واللي اتفقنا انه هي موجودة عند الخمسة. تمام شباب، عند الخمسة. اوكي، هذا بالنسبة للكورنر الثاني. هنرسم المفروض خط طويل هو، بس المهم هذا هسه يغطي المحصلات مالتنا، اذا اقدر اعرف انه عنده فتشي. بالنسبة للعشرة همين كان عندنا خط، فهمين لازم ارسمان عند العشرة. ارسمه شوية ادق. اوكي، وبالنسبة لمن عندنا بعد؟ بالنسبة للأربعين، بالنسبة للأربعين هذا همين هنا خط عند الأربعين. اوكي، هسه انتو عرفتوا اللي تسووا شلون ترسمون الخطوط مالتنا عند الأربعين وعند عند الكل كورنر فريكوانسي العفو. هسه حاجة احسب المحصلة مالتي. شلون حاحسب المحصلة مالتي؟ انتو تذكروا بانه هنا انا ايش عندي؟ هنا انا عندي نقطة اللي مديت الخط من عندها، اللي هي نقطتها ايش قد قيمتها؟ قيمتها 0.1. ايش قد ارتفاعها؟ ارتفاعها 20. انا من حاجة احسب محصلة، حاجي احسب ارتفاعات لكل نقطة من الاكس اكسس. بس وين حاحسبها؟ ما اخذ كل نقطة يطول عندي الرسم، اخذ بس عند الكورنر فريكوانسي واجي اجمع جمع جبري. المقصود بالجمع الجبري عند نقطة الصفر، المفروض اني اعرف البداية مالتي، نقطة البداية اللي هي هاي، ايش قد قيمتها نقطة البداية؟ شلون صارت 40؟ عندكم هنا هذا الخط اللي نازل، هذا الخط النازل، هذا ايش قد قيمته هذا الخط النازل؟ هذا قيمة الخط النازل عند هاي النقطة، عند نقطة الصفر او نقطة الـ 0.1 قيمته 20. اوكي؟ وزين انا عندي خط لاخ مال جين اللي هو 20، هذا الخط العدل. اذا 20 ويا 20 عند هاي النقطة، بس عند هاي النقطة هذا الخط صح. انتو حتقولوا لي نازل، لا بس هو قيمته قبل ما ينزل كان 20، ويا هذا الخط الاخ عدل 20 ايش قد صار؟ صار 40. اذا تحددت نقطة البداية مالته. طيب اروح لنقطة النهاية مالته، نقطة النهاية وين؟ اللي هي هنا، العفو هاي هنا نقطة النهاية مالته عند الواحد، هاي نقطة النهاية مال هذا الكيرف، وهذه نقطة النهاية. اجي اقيس عند هذا الخط اللي خليته انا الخط العمودي مال كورنر، اجي اقيس هنا ايش قد هذا الخط قيمته؟ صفر، لانه هي اجي قاطعة ويا الاكس اكسس. ايش قد قيمته هنا؟ العفو، ويا الكورنر قيمته صفر، ما باي ارتفاع، ما مرتفع بالنسبة للواي اكسس اللي هو يمثل مالتي الارتفاع بالدي بي. اجي اقارن النقطة الاخرى ايش قد ارتفاعها عند نقطة الكورنر فريكونسي؟ قيمتها 20. اوكي ماكو مشكلة، حددت هاي نقطة النهاية مالتي هنا ارتفاعها 20.
حجي أرسم هذا الخط. خلصنا من الجزء الأول من الرسم. طيب هسه بعدها شو راح أسوي؟ أروح بين الكورنر فريكونسي الأول والكورنر فريكونسي الثاني اللي هو بين الواحد وبين الخمسة. نقطة البداية أنا موجودة عندي هياتها، محددها هنا. أنا شو أحتاج بعد؟ أحتاج بس نقطة النهاية اللي هي هاي النقطة اللي هنا المفروض تصير. نقطة النهاية هاي شلون أجي أحددها؟ أجي همين عند هذا الكورنر الفريكونسي الثاني أجي أحسب المحصلة مالتي. المحصلة مالتي شلون راح أجي أحسبها؟ أجي أقول إنه أنا عندي هنا شقد 20، هاي هي مرتفع الخط العادي بعد مرتفع 20. طيب أجي أقول هذا الخط اللي نازل شقد نازل تحت الصفر، هذا الخط نازل تحت الصفر خلينا نقول فد 18، أجي أقول أو خلينا نقول فد 16. هسه أجي أحسب أنا فوق عندي موجب 20 واللي جوا خلينا نقول سالب 16، فهنا 20 ناقص 16 قاعد حيطلع 4 خلينا نقول مثلا أو 5 6 شيء تقريبي أنتم حسبوه، فحيرسم هنا اللي هو 5 أو 6 بالموجب. أوكي حددت النقطة هنا، أنا صار عندي هاي النقطة الثانية اللي هي لهنا، واني عندي نقطة هنا. اوكي الرسم هذا الخط الثاني. اجي احدد بالنسبة للنقطة الثالثة، نغير اللون مالتنا، خلينا نسوي اصفر مثلا. اوكي بالنسبة للخط الثالث اللي هو عند نقطة العشرة، هاي نقطة العشرة مالتنا، انا عندي نقطة البداية نقطة النهاية. شلون اعرف هالنقطة النهاية اللي هي هاي؟ لازم اجي احسب عندها مات الماجنتيود الموجودة اللي هو هذا، اللي هو هذا الخط، اجي احسبه ويا هذا. طبعا هذه هنا ما لكم علاقه بهاي النقاط اللي صارت هنا، لا انتم حدكم لي وين للكورنر فريكوانسي. اوكي يعني عند الكورنر فريكوانسي عندكم نقطه هنا مال 20، اذا هذا قيمته 20 وجمعوا لي وياها هذا هنا ايش قد الارتفاع عند الكورنر فريكوانسي صار، خلينا نقول صار الارتفاع مالتها خلينا نفرضه مثلا فد 10. اوكي خلينا نقول 10 ومن فوق 20 خلينا نقول صار مثلا 30 او زيدوها خلينا نقول مثلا 32. ماشي زين عندكم بالمقام، خلينا نجي نحسب نشوف من جوا ايش عندنا. من جوا ايش عندنا؟ من جوا عندنا هذا الخط، هيات هذا النازل الخط، شوفوا هذا بالنسبه لهذا الخط النازل عند هاي النقطه ايش قد قيمته؟ خلينا نقول قيمته 20. فاذا 20 8 32 طلعناها قبل شوي، طرحوها من العشرين حتطلع خلينا نقول 12، حتطلع هاي النقطة هنا، فرسموا خط عدل اللي هو هذا الخط هياته من بداية النقطة إلى نهاية النقطة. بالنسبة للكورنر الأخ نفس هذا الحكي اللي حكيناه قبل شوية، عندكم نقطة البداية أنتم محدديها، نغير لكم اللون، خلينا ناخذ لون أحمر مثلا. عندكم هاي نقطة البداية أنتم محدديها هنا، تروحون عندكم نقطة البداية العفو هاي، عندكم شو تريدون تعرفون سويتكم اياها بالاحمر. عندكم نقطة النهاية اللي انتو تريدون تعرفوها عند هذا الكورنر فريكونسي، بس الموقع مالتها وين حيكون؟ الموقع مالتها حيكون عن طريق جمع المحصلات، يا محصلات اقصد، اللي هي بالنسبة هاي عندنا وحدة اللي هي هياتها لازم اقيسها شقد، وعندكم هاي بالنسبة للثانية، هاي بالنسبة الثانية وهاي بالنسبة للثالثة. ولا تنسون عندكم انتو هاي وحدة انتبهوا عليها، هاي وحدة وعندكم هاي فوقها مال خط العشرين هاي العدل. اوكي اذا تحبون اسويكم اياها باللون الاصفر، هاي عندكم مال 20 اللي هي نقطة تقاطعها هنا. ماشي فصارت اثنين، عندكم وحدة هنا خلينا نقول مثلا 18 وعندكم فوقها شقد؟ عندكم فوقها خلينا نقول 20، فصارت 20 زائد 18 صارت 38. ومن جوا مطروحات من شنو؟ مطروحات من خلينا نقول 22 ومطروحات مثلا فد من 35، فحتطلع لي فد قيمة أكيد بالسالب، طرحوها من القيمة الفوق اللي هي 38، فحيطلع لكم فد قيمة بالسالب تطلع تقريبا سالب 18. حددت هاي النقطة بهاي الحالة الرسم هذا الكيرف مالتنا. بهالحالة خلصنا الرسم مال الأربع مناطق، هاي منطقة، منطقة ثانية الثالثة والرابعة. بالنسبة للمنطقة الخامسة حتقولوا لي ماكو كورنر فريكونسي، فأنتوا جروا أي خط عدل يعجبكم بكيفكم، خلي يكون هذا الخط مثلا وترسمون بهالطريقة، ترسمون همين الماجنتيود، تجمعون جمع جبري عادي، المهم علمتكم شلون تجمعون الجمع الجبري. طيب ننتقل للخطوة اللي بعدها وهي خطوة رسم الفيس. بالنسبة لرسم الفيس شلون حنجي نرسم الفيس مالتنا؟ بالنسبة للفيس لازم تعرفون أشياء اثنين اللي هي نقاط الانقلاب. نقاط الانقلاب بالنسبة للفيرست أوردر هي 45، طبعا هنا الرسم حيكون بالنسبة للمنو، هنا الرسم حيكون بالنسبة للثيتا وبالنسبة للأوميجا، يعني الأكس أكسس مالتنا أوميجا وبالنسبة للواي أكسس فهو ثيتا. عندنا دوائر التجربة
تدريجات الزوايا العفو مالتنا هي 0 45 90 سالب 45 سالب 90. نقاط الانقلاب مالتنا وينها؟ نقاط الانقلاب اللي اقصدها انا هي شنو؟ نقاط الانقلاب بالنسبه للفرست اوردر هي ال 45، وبالنسبه للسكند اوردر فهي السالب 90، او مو سالب 90 هي 90. معنى الحكي مالتي بالنسبه للسكند اوردر 90 قلنا، معنى الحكي مالتي انه هسه من اجي ارسم الفيرست اوردر حجي ارسمه اوصله لل 45 ارسم فت خط خلينا نقول مقعر، بالنسبه للخط الثاني حيكون محدب، يعني من هنا يكون محدب من هنا يكون مقعر. هذا هسه شلون الرسم؟ نبجي ناخذ همين تيرن تيرن عن الدستر هوس علينا. بالنسبه للتيرن الاول اللي اريد اجي ارسمه هو العشره، العشره ما بي زاويه فيرسم على شكل خط عدل، فهو هذا الخط العدل اللي هو مرسوم على الصفر، هذا الخط العدل اللي مرسوم على الصفر ماشي. هذا واحد. خلينا نبدل اللون، ناخذ اللون الازرق على مود نرسم التيرم الثاني واللي هو التير اللي هو خلينا نقول ابو الخمسه. بالنسبه للتيرم خمسه من قرينا خمسه شو راح نسوي؟ نحدد المكان مال كورنر فريكونسي على الخمسه اللي هي وين ناخذها؟ ناخذها من فوق اللي هي هاي الخمسه. حنجي هاي الخمسه ياتها بالضبط. اذا تريدون نحول على رسم ثاني، ناخذ هاي الخطوه الثانيه هاي الخمسه احسن على مود يبين عندنا واضح. هاي بالنسبه للكورنر فريكونسي مالتنا خمسه، او هي هنا هاي الخمسه بالنسبه للمحور الصفر. زين هسه تقولوا لي ليش ارتفعت بمقدار 45؟ اقول لكم لانه هي فيرست اوردر، الفيرست اوردر يرتفع بمقدار 45، نهايته وين؟ نهايته لل 90، فاوصله لل 90 منه. هذا سويت هذا التحدب من هنا التقعر العفو من فوق اسوي التحدب اوصله لل 90، المهم انه يوصل لل 90. اوكي هسه رسمت هذا. بالنسبه للتيرم الثاني خلينا نرسم التيرم الثاني اللي هو هذا التيرم، خلينا نقول هذا التيرم. شلون حنجي نرسمه؟ اجي احدد مات اللون، خلي اسوي هذا اللون. بالنسبه للون الثاني خلينا نحدد لون الاسود. طيب بالنسبه لهذا التيرم ايش احتاج اني ارسم بعد؟ احتاج ارسم اني ال 40، واحتاج ارسم هاي الجي، واحتاج ارسم العشره. بالنسبه للجي نخلصها بسرعه، فالرسم مالتها بسيط، فالرسم مال الجي هو هذا السالب 90 لانها موجوده بالمقام، وهذا الخط هو سالب 90، تاخذوا خط عدل، هذا هو بالنسبه للسالب 90. طيب اريد ارسم التير من الاخر اللي هو ايش قد قلنا 40. ال 40 وين اروح؟ ال 40 اروح على المكان مالتها، المكان مال 40 اللي هو هذا. اعرف انه هي شنو مثل ما اتفقنا قبل شويه هي فيرست اوردر، فنقطه الانقلاب مالتي وين حتكون؟ حتكون بالسالب 45، فارسم هذا الشكل منه على شكل تحدب خلينا نقول، ومنه يكون على شكل تقعر. وين توصل؟ توصل للسالب 90، لما اتفقنا ان نقطه الانقلاب عند السالب 45 عند نقطه الكورنر فلكوانسي. اوكي فهسه ارسم هذا الكيرف همين بهالطريقه، وهي نقطه التقعر منه يوصل لل 90. طيب نلغي الخط الاسود. احتاج بعد ارسم واطلع المحصله، احتاج بعد ارسم تير واحد اللي هو يا تير اللي هو تير من الجي على 10. بالنسبه لتير من الجي على 10 راح احدد الكورنر الفريكونسي مالتي اللي هي 10 واللي هي هاي. اريدكم تنتبهوا لي شيء، الكورنر وينها ال10 مالتي؟ هي هاي ال10 على اكس اكسس. هسه اريد تقولوا لي فتشي، بس خلينا نبدل اللون على مود يصير اوضح. عندك هنا هاي نقطة العشرة، هسه شقد انزل؟ انزل 45 لو شقد؟ لا انزل سالب 90، لأنه المعادلة مالتي تربيعية، فانزل شقد لازم؟ لازم انزل 90، نقطة الانقلاب بالنسبة للسكند اوردر تعتبر 90، وأجي أرسم الخط مالتي، منه عندك تحدب ومنه عندكم تقعر. اوكي خلصت التيرمات ماتي وخلصت الفيزات، بس ما الفيزات ماتي اللي اجي اسوي هسه شنو؟ المفروض من عندي انه اجي اجمع، خلينا نسوي هذا الازرق واجي اجمع، خلينا نسوي هذا الازرق مالتنا. اوكي ارسم واحد لاخ اريد، خلينا نقول اريد ارسم هذا بعد، بس مو دقيق، بس المهم نفت شكل توضيحي. ناخذ اللون الابيض مثلا. بالنسبه للون الابيض هسه ايش حجي اسوي؟ همين عند نقطه الكورنر فريكونسي همين لازم اجي اجمع جمع جبري على مود ارسم مالتي المحصله، فاجي اجر خط من هنا. اوكي هسه ايش حجي اسوي؟ هذا اللي جوا الخط المرسوم هو خط المحصله، فحجي اجمع من هنا. ايش قد عندي هاي النقطه الزاويه 45، وعندي هاي من جوا سالب 45،
العفو مو سالب 45، اجي اقيسها اقل مثلا خلينا نقول سالب 15 او هيك شيء، اجي اقيس هاي الزاويه هم من هذول السوالب اثنين اجمعهم واجمعهم ويا 90، لا تنسون ال 90، وذولا صارت الزوايا مجموع بس اشارتهم سالب وهاي الزاويه اشارتها موجب. من خلال الطرح بيناتهم تطلع لي النقطة قيمتها خلينا نقول فد مثلا 120، طلعت لي هاي النقطة اللي هي لهنا 120. اوكي اروح عند الكورنر الفريكونسي الاخ وبنفس الطريقة همين اجر خط ماتي واطلع محصلات. تريدون رسمكم دقيق جربوا اكثر من خط، جربوا خط هنا، جربوا خط هنا، جربوا خط هنا الى حد ما تطلع هاي المحصلة مالتكم. بهذا الشكل هو ينتهي الموضوع. قد يطلب سؤال من عندكم، السؤال اللي يطلبه من عندكم اللي هو الكروس اوفر. بالنسبة للكروس اوفر فريكونسي فالمقصود به هو شنو؟ المقصود بانه المحصله مالتكم، نسيت اقول لكم حاجه قبل ما نعبر للكروس اوفر، بس بالنسبه للفريكوانسي عندكم بالنسبه للجمعون هم تعتبرون الصفر هو ريفرنس والجمعون من عند المحصله، وهناك عندكم بالنسبه للماجنتيود فهم عندكم الصفر تعتبره هو خط الاساس والجمعون والطرحون على اساس الجمع الجبري. عندكم هسه بالنسبه مثل ما قلنا لك الكروس اوفر خلينا نقول اللي هو هذا الكروس اوفر، هذا الكروس اوفر شلون طلعت قيمته 14.5 راد على سكند، فهو ننتبه على خط المحصله مالتنا. خلي اروح على الماجنتيود، هذا الماجنتيود مالتنا. عندكم المحصله مالتكم، خط المحصله مالتكم ما تتقاطع ويا صفر، تتقاطع ويا صفر عندكم بهاي النقطه. نبدل اللون، تتقاطع ويا صفر بهاي النقطه. اوكي عندكم بهاي النقطه تتقاطع. اروح اقيس هاي الزاويه ايش قد هاي، هاي 45، اذا هاي العفو مو 45، 14.5، اذا 14.5 راد على سكند. ماشي زين. انزل بالنسبه للفيس فاروح اشوف الرسم مال المحصله مالتها، الرسم مال المحصله مالتها متى يتقاطع مع ال 180، سالب 180 مو يتقاطع ويا الصفر، لا مع متى يتقاطع مع ال 180، فيتقاطع مع ال 180 عند هاي النقطه، وهاي النقطه ايش قد قيمتها؟ نصعد لي فوق هي قيمتها 35، فطلع الكروس اوفر مالتنا قيمته هو 35. اتمنى هذا الشرح يكون مفيد لكم، شرح بسيط، واذا باخطاء اتمنى صححوا لي، بس ان شاء الله صحيح لانه بعد ما درست ويا مهند ويا اسامه حبيت اسوي لكم هذا الشرح وان شاء الله تستفادون من عنده.